من واشنطن تنضم إلينا الصحفية المتخصصة بالشأن الأمريكي هيفي بودو. أهلا بك سيدة بودو. يعني أصوات مختفية وأخرى مسوقة، ترامب يهاجم العملية الانتخابية ويشكك بها بعبارات لاذعة، هل هو شعور مبكر بالخسارة؟ بالتأكيد، يعني هذه انتخابات رئاسية غير مسبوقة وتاريخية من أكثر من ناحية. من ناحية عدد المصوتين، هو أكثر عدد تصويت في تاريخ الولايات المتحدة. طبعا التصويت المبكر الذي رأيناه أيضا هو غير مسبوق، التصويت عبر البريد، وهو الأمر الذي يدفع البعض للمخاوف بسبب الانقسام السياسي وأن يكون هناك تلاعب بهذا التصويت عبر البريد. لذلك إذا ما يعني أي حملة اليوم تقول بأنها ربحت الانتخابات فهي فعلا كلام غير دقيق، لأنه حتى المرشحين اليوم لا يعلمون من سيربح بالانتخابات الرئاسية. ولكن بالنسبة لهذه المخاوف والمطالب لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة العد مثل في مناطق في مثل ويسكونسن، ولاية ويسكونسن، أو محاولة أن يكون هناك شفافية أكثر في ميشيغان، فهي مطالب محقة وهي قانونية، وطبعا بناء على ما نراه اليوم هي مطالب شعبية أيضا، لأن هذا الرئيس أيضا هو قام بالنسبة له بالتصويت أعداد كبيرة أكثر مما تم التصويت له في 2016، وهذا الارتفاع بأعداد المصوتين هو أيضا شمل مناطق مثل أو بعض الجاليات مثل الأصول اللاتينية مثلا، الذي ارتفع تصويتهم أو أعداد المصوتين منهم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك هذه المخاوف محقة من قبل حملة ترامب، ويقولون بأنه مثلا في ولاية أريزونا والتي هي ولاية هامة جدا بالنسبة لترامب للفوز بالانتخابات، هناك مناطق معينة هي جمهورية ويعرف بأنها جمهورية ولن يتم حسب أصواتها بعد، وفي مناطق أخرى مثلا لأنهم استعملوا نوعا معين من الأقلام الحبرية التي اعتبرها الأشخاص الذين يعدون التصويت غير قانونية، لم يعدوا هذه الأصوات المعتبرة بأنها أصوات جمهورية بأغلب في مناطق معينة، حيث تم السماح لهم باستخدام هذه الأقلام ولكن لم تحسب لهم بسبب أنها غير قانونية أن يعني يتم استخدام هذا نعم، النوع من لكن الأقلام. يعني التشكيك بهذه الطريقة يعني يعد سابقة في تاريخ الديمقراطية الأمريكية، إلى أي حد يشكل هذا الأمر اليوم تهديد ومخاطر على الديمقراطية والأمن الأمريكي؟ هو بالتأكيد قانوني أن يكون هناك تشكيك من أي من المرشحين لهذه الانتخابات، يعني حتى بالنسبة لبايدن يستطيع أن يشكك وأن يقوم بإعادة العد، يعني هي مطالب قانونية تقوم إدارة حملة ترامب بالمطالبة بها، وأصوات ديمقراطية قالت بأنه لا يجب على أي من الطرفين القول بأنهم ربحوا في الانتخابات. هذا بناء طبعا اليوم سيتحدث بعد قليل جو بايدن، لا نعلم بأن يعني إذا قال مثلا بأنه ربح الانتخابات فهذا الكلام غير دقيق، يجب أن يتم عد كل الأصوات وأن يكون هناك هذه الشفافية المطلوبة وأن يكون هناك رقابة كي يتم التأكد من أن الأصوات كلها محسوبة وبأنها أصوات قانونية وهي ستحسب للفائز الذي يجب طبعا أن يحصل على هذا المنصب الهام جدا في الولايات المتحدة. نعم، يعني نتابع الآن أثناء حديثك أيضا المرشح الديمقراطي جو بايدن يلقي خطاب، يعني الرجل يشيد بالإقبال الاستثنائي على الانتخابات والمشاركة، يعني هل يمكننا أن نعتبر أن هذا هو خطاب تحضيري لخطاب الفوز؟ هل الرجل متفائل لهذا الحد؟ نعم، يعني حملة بايدن متفائلة جدا بالتأكيد، لأنهم يملكون نوعا ما من الأج أو هم على حافة كما يقولون، هناك تقارب كبير بأصوات الناخبين في عدة ولايات محورية وهامة جدا، وهم الآن متقدمون ببعض هذه الولايات. طبعا بالنسبة لحملة ترامب، هو إذا ما ربح في ولاية بنسلفانيا وولاية أريزونا فهو يربح الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ولكن هناك الأصوات التي اليوم تطالب حملة ترامب بإعادة عدها مثل ويسكونسن، وطبعا ميشيغان، والمخاوف من أن يكون هناك بعض عدم الشفافية أو أن يكون هناك محاولات للتوقف عن العد
قبل أن يتم عد كل الأصوات، وهذا هو أهم، أعتقد أهم شيء تطالب به حملة ترامب، وهو أن يكون هناك عد لكافة الأصوات قبل إعلان النتائج، خاصة وأن هناك الكثير من الأصوات التي تم حسابها مبكرا أو تم إرسالها مبكرا وهي لم تحسب. وطبعا هذه الانتخابات غير مسبوقة كما ذكرنا، لأن هناك هذه الأصوات التي تم إرسالها عبر البريد، ومن الممكن أن يكون هناك مجموعات وأرقام كبيرة من الأصوات الغير محسوبة والتي قد تحسم هذه الانتخابات ونتائجها وتغيرها بشكل جذري. نعم، يعني بايدن خلال حديثه الآن يقول أنه شبه متأكد من فوزه في بعض الولايات التي ستوصله إلى 270 صوت في المجمع الانتخابي، وبالتالي فوزه بالانتخابات. كيف من الممكن لترامب أن يتلقى مثل هذه أنباء؟ وهل من المتوقع أن يكون هنالك ردود فعل عنيفة من قبل أنصار المرشح الجمهوري؟ طبعا هذا ما لا نتمناه بالتأكيد، ولكن هناك سيكون كما رأينا سيكون هناك الذهاب للمحكمة للتأكد من عد كل الأصوات وأن يكون هناك شفافية، وهذا قد يعني يأخذ بعض الوقت، ولكن بالتأكيد في حال تم إجراء كل الإجراءات القانونية للتأكد من صحة كل التعدادات لا نتوقع أن يكون هناك أي مشاكل في المستقبل، ولكن من الطبيعي ومن القانوني ومن حق الشعب الأمريكي أن يكون هناك شفافية وأن يكون هناك كل المعلومات التي يحتاج لها هؤلاء الناس الذين ذهبوا ووقفوا وحاولوا التصويت، وأن يصل صوتهم وأن يكون هناك يعني القانون الذي يحل ويحد من أي نوع من محاولات التجاوزات التي ممكن أن تحصل. طبعا كل هذا سابق لأوانه، ما نراه اليوم هو استمرار العد في الولايات الأساسية، لم تحسم النتائج بعد، وكما ذكرنا بعد عد كل الأصوات سنعلم من هو الرئيس الأمريكي المقبل للولايات المتحدة. نعم، شكرا جزيلا لك يا الصحفية المتخصصة بالشأن الأمريكي من واشنطن هيفي بودو، كنت معنا عبر سكايب.